لحظه دوكا نخرجوا اللي نشوفوا كل مراحل انتاج المياه الصالحه للشرب. هنا الماء وصافي وشي كيما لهى فوالا. بعد الى شفتي مقبله المرحله الاولى بعد ما استقبلنا ماء السد تاع قداره وين استقبلناه تم حقن المواد الكيميائيه الماء الخام فيه عناصر مواد عضويه بكتيريا طحالب حقنا المواد الكيميائيه وين يمر ابري الماء يمر عبر احواض الترصيب هنا دونك نرسبوا المواد العالقة هذه هكذا من الطحالب والبكتيريا والأطربة دونك سي بور سا هنا بالك الماء شفاف صافي ابري مرحلة الترصيب وين عملنا عملية الترصيب تاع المواد هذيك نروحوا عملية الترشيح اوكي كما قلنا بعد عملية الترسيب الماء ينتقل إلى مرحلة الترشيح عبر قنوات مفتوحة أين يتم ترشيح المياه أبري عملية الترسيب في عملية الترسيب تم إزالة 80 إلى 90% من المواد العالقة بقيت المواد الذائبة المواد الذائبة يتم إزالتها في أحواض الترشيح بعد عملية الترشيح يكون الناتج تاعها تحت الأحواض يسمى ماء مفلتر نعم. مفهوم؟ نعم صحيح نعم هذا الماء دونك هو اللي ناتج عن عملية الغربلة أو عملية الترشيح دونك هو صالح للشرب الآن ولكن غدا غير صالح لازم إضافة مادة الكلور أوكي مادة الجافيل للتطهير هيا نروحوا نشوفوا دونك نقطة أين يتم تطهير المياه الناتجة عن أحواض الترشيح ها هي دونك نقطة التطهير كم هي عالية نعم بعد عملية دونك التطهير الأخير يتم تخزين المياه في خزانات في خزانات المياه أين يتم دونك بعد التخزين لا نبعث المياه إلى المستهلك يتم مراقبتها في المخبر تعرفت أيضا على المضخات الخاصة بالمياه وش كنت نشوف باللي المياه كيفاش كانت
تكون متسخة وبعدها تكتلي نظيفة.